أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الخميس 15 أغسطس، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه على كل الأبراج. النهاردة القمر موجود في برج القوس لغاية الساعة 9:50 بالليل. اليوم كمان بيبدأ وكوكب أورانوس في برج الثور والمريخ والمشتري في الجوزاء والشمس في الأسد وفينوس في العذراء وعطارد بيتراجع في العذراء وبلوتو بيتراجع في الدلو وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر إزاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة القمر في منزل الحظ، بيديكم يوم من أفضل الأيام بالنسبة لكم خلال الشهر ده. هيكون عندكم بصيرة تساعدكم أنكم تاخدوا قرارات سليمة وتمشوا في اتجاه مظبوط، وكمان عندكم استعداد أنكم تتحملوا مسؤولياتكم بمنتهى الشجاعة والدقة، كمان تشتغلوا بدقة، وعندكم حب للمعرفة يساعدكم تعملوا تطور في مستواكم المهني. يوم كمان هايل بالنسبة لمواليد الحمل في التعاون مع الخارج، ده لو شغلكم بيتطلب تعاون مع الخارج هيكون تعاون مثمر في اليوم ده. نروح لبرج الثور ومواليد الثور، عندكم يوم رائع في إدارة الأمور المالية، فهتلاقوا أن عندكم أفكار ملهمة تساعدكم أنكم تعملوا تنمية لأعمالكم أو لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة، وكمان تقدروا تخططوا حلو لمستقبلكم المهني. ويوم مناسب كمان لاكتشاف معلومات كانت خافية عنكم. نروح لبرج الجوزاء ومواليد الجوزاء، القمر يعتبر طول اليوم في مواجهتكم، فلازم تاخدوا بالكم انه يوم مش مناسب للمغامرة، وده على كل الأصعدة، فلازم في الشغل تاخدوا بالكم، تتجنبوا توقيع الأوراق والعقود وما تاخدوش قرارات مصيرية. في البيع والشراء كمان مهم ما تغامروش، ولو متجوزين ضروري تاخدوا بالكم كمان انه ممكن تكونوا عرضة لخلافات زوجية، وحتى لو مرتبطين برضو ممكن يبقى في ازمات او ارباكات عاطفية، فحاولوا بس تحافظوا على اللباقة في الحياة العاطفية وتتجنبوا اي جدال يعمل صدام. في الحركة وفي السواقة كمان لازم تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. في النواحي القانونية خليكم ملتزمين عشان تتفادوا أي مخالفات، لأن المخالفات هيكون سهل اكتشافها في الوقت ده. نروح للسرطان ومواليد السرطان، القمر في منزل الصحة الإيجابي بيديكم طاقة ونشاط، وتقدروا تقوموا بواجباتكم على أكمل وجه سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح للأسد، والأسد عندكم طاقة عاطفية هايلة، القمر في منزل الحب يساعدكم أنكم تعبروا عن مشاعركم وتستمتعوا بوقتكم عاطفيا، وكمان في الشغل تقدروا تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه، ولو عندكم أولاد هتعرفوا تتفهموا وتتواصلوا بصورة أفضل مع أولادكم. نروح للعذراء ومواليد العذراء، القمر في وضع معاكس معاكم عائليا واجتماعيا، فخدوا بالكم حافظوا على اللباقة عشان ما يحصلش أي خلافات مع الأهل أو القرايب أو الأصحاب. نروح للميزان ومواليد الميزان، القمر في منزل العلاقات يديكم يوم هايل في التواصل مع اللي حواليكم، وتقدروا توطدوا العلاقات مع الأهل والقرايب والأصحاب وكمان مع الزملاء والرؤساء في الشغل، وحتى كمان عاطفيا ممكن يبقى يوم حلو للتفاهم بصورة أفضل مع الشخص اللي أنتم مرتبطين بيه. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب، عندكم القمر في المنزل الثاني بيخلي تركيزكم أقل، فأنتم محتاجين تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها في شغلكم قبل ما تنفذوها علشان ما تقعوش في أخطاء تتمسك ضدكم، وكمان في الفلوس مهم جدا تراجعوا حساباتكم عشان ما يحصلش أي خسائر.
نروح للقوس ومواليد القوس. القمر في برجكم طول اليوم بيديكم سحر وجاذبيه وثقه بالنفس اكتر، وتقدروا تاخدوا قرارات سليمه، وكمان تعرفوا تفرضوا ارادتكم بذكاء وتلفتوا الانظار ليكم وخصوصا انظار الجنس الاخر. نروح بعد كده للجدي. مواليد الجدي القمر في منزل الصحه السلبي، ده بيخلي طاقتكم البدنيه اقل. انتوا محتاجين في اليوم ده انكم تاخدوا وقت كافي من الراحة وتنظموا جهودكم، ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. كمان مهم انكم تتجنبوا الفخر بنفسكم وما تتكلموش عن اخباركم ولا خططكم. نروح للدلو. مواليد الدلو عندكم يوم هايل في الشغل وفي الحياة الاجتماعية، فتقدروا في اليوم ده انكم تعملوا تنمية لأعمالكم أو لمشاريعكم، وكمان تعملوا علاقات حلوة مع الزملاء والرؤساء في الشغل. في الحياة الاجتماعية تعرفوا أنكم توضبوا لخروجات حلوة تجمعكم بالأصحاب أو لأوقات حلوة تجمعكم بالأصحاب، ويكون في تبادل فكري مفيد في الوقت ده، وتلاقوا كمان أصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم. نروح لبرج الحوت ومواليد الحوت. القمر في وضع معاكس معاكو، فانتوا محتاجين في اليوم ده تشتغلوا بدقة وتنظموا أفكاركو وأولوياتكو عشان ما تقعوش في أخطاء تتمسك ضدكو. كمان لازم تحافظوا على اللباقة في التعامل مع الزملاء والرؤساء في الشغل تفاديا لأي صدام. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم سعيد.